هذه برابس طبعا مصور له تغطية الحالة ان شاء الله. طبعا سكره. الوعد بكره ان شاء الله. استنى بنصور لكم الاشياء. احنا وانا طالع طريقي. هذا تعديل منصوري. ان شاء الله نلحق على قبل يغطون السيارات. هذا استون مارتن وهذا المرسيدس الاس. مشكله منصوري انهم يبالغون بالتعديل، ما ادري ليش يعني. بالله الكبوت كذا مبقع، ما ادري ايش سالفه امه، ما له سنه، ما في اي جماليه. حط لمسات كربون فايبر، تخطيط شيء بيطلع حلو شكله. امه كذا ما يصلح. هذه الداخلية. وليش رايكم بالله؟ هذا مكلارن. هذا كله خاص ببرابس. ان شاء الله الوعد بكره جي. هذا تعديل منصوري بعد. اللون والله هو من جنبه. في ناس يمكن يعجبهم جاك نور خام حق رضية. فراري. هذا انهم معطينا تطعيمات اللون شكل كاربون فايبر بيطلع شكل حلو. هذا الفانتوم الجديد اللون من جنب ام القده، ما في اي فخامه. بنتيقه بعد. ليش رايك؟ احس انه شغل عربجه يعني، ما هو شغل فن. هذه منصة مكلارن. ترى في موجود بقسم الفيديو مقطع تجربة 720 أبو ظبي. لا شوفوا حجم الصوره والله يا وديرة. طبعا هذه صالة، في هناك بعد صالة ثانية، ثلاث صالات هنا مع بعض. شايفين يعني زين طلعت لكم بهالتغطية هذه. والله صدق يبيله خمس اشخاص اقل شيء، مو خمسة يا الله عشرة. مع هالوقت ثلاث ايام اربع ايام. عاصم هذا الاستمارة. بالنسبة لنسخة دي بي ال 11 مسوي لها تغطية وتجربة، بعطيكم بحط لكم الرابط تحت بالوصف. هذه كشف.